حقن السينيتول هو الأسرع لتكبير حجم الجسد. حقن السينيتول أو زيت التكبير الموضعي يعد إحدى الطرق التي يستخدمها محبي كمال الأجسام لتكبير أجسادهم بشكل صناعي. السينيتول مصنوع من زيوت صناعية ومواد مسكنة للألم وبعض الكحول، ويحقن بشكل موضعي في المكان الذي تريد تكبيره بجسدك. الأثار الجانبية لحقن السينيتول قد تبدأ بتسربه من ألياف عضلاتك وتنتهي بانفجار العضلات. أحد الأمثلة هو كريغ فالنتينو، حامل لقب صاحب العضلات الأكبر في العالم. والذي انفجرت عضلات ذراعه بعد سنوات من حقن السينيتول، وآخر يدعى أرليندو دي سوزا، صاحب أكبر عضلات في البرازيل. اعترف بأن عضلاته لم تصل إلى حجمها الحالي بالتمرين، واعترف أيضا بإدمانه على السينيتول.